عشرات الآلاف من المشتركين قدموا. 60 مشترك واجهوا الخوف والتوتر أمام لجنة التحكيم، والتحدي كان سيد الموقف. الميكروفون الأسود خلى للبعض مكان ليهم في البرنامج، أما الميكروفون الفضي فسمح للبعض الآخر أنهم ينتقلوا للحلقات المباشرة. 20 مشترك بدأوا بالبث المباشر. الغلط ممنوع، عندهم خيارين، إما الفوز أو مغادرة البرنامج. كل حلقة كانت خطوة للنجاح، مواضيع ومطبات ومقالب شكلوا عنصر المفاجأة، وتحديات خلتهم في مواجهة بعضهم البعض. مشترك ورا مشترك رفقناهم وكنا معاهم، واحد خلف التاني استبعدوا من البرنامج. رقية، لسه قدامك المشوار طويل. رقية خيار، أنوار الراشد، محمد غريب، معتز خلف، محمد رفعت، يحيى محمود، محمود عامر، ريم تامر، باسم طبانة، خلود أبو طالب، لميس سلامة، تهاني عبود، سوسن سعد، دانيا زرزر. وفي الحلقة نصف النهائية خرجت مروى شهاب من المسابقة. بيتبقى 5 مشتركين في الحلقة النهائية، تفوقوا على زملائهم وأثبتوا قوتهم بجدارة. ممدوح، كوثر، محمد الجنيبي، ساندرا، خليل. الليلة هتحسم المنافسة بحضور الإعلامي جورج قرداحي، واللي حينضم للجنة التحكيم. مين حيفوز باللقب؟